جنون أو مجنونة؟ تسألني تقولي مي هل في خلاف بين عبد الرحمن العقل وهدى حسين؟ لا ما أعتقد في خلاف، وأكبر دليل إن اشتغلوا أول افتتاح قناة الوطن مسلسل شو اسمه قتالة الشجعان، في أعمال ثانية شاركوا من خلالها يعني، فما أعتقد في خلاف. شو اللي يخلي يكون في خلاف بين عبد الرحمن العقل وهدى حسين؟ ما في شيء. وقبل سنة أو سنة ونص اشتغل وياها في مسرحية عائلة آدم، فما في خلاف نهائيا ما أعتقد.